كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص. إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع سلمان سري الدين. مساء الخير إلى العناوين. فقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي. لبنان يحذر وإسرائيل تواصل اعتداءاتها وتباشر بناء الجدار الفاصل. السعودية تدحض كل الادعاءات وتنفي انزعاجها من زيارة الرئيس سعد الحريري إلى تركيا. قصف عشوائي على الغوطة الشرقية وغارات إسرائيلية على مواقع للنظام وحزب الله في دمشق. كاميرا البنية فيها تكمش مشاغب أو مخرب. بس ولا مرة هالكاميرا كمشت شبكي كانت ورا أعمال الشغب والتخريب. أمنك الشخصي فيك تعمله، بس الأمن العام، الأمن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة. في الربيع الشباطي الذي يعيشه لبنان تراجعت الغيوم السياسية في الداخل، لكن موجة ضباب خارجية تقترب من أجوائنا. فمرسوم الأقدمية بدأ يتنقل إثر دمج مرسوم الترقيات فيه، وينتظر أن يطوي خلاف التوقيع بعدما وقعه وزير المال اليوم. وهكذا يكون اجتماع بعبدة الثلاثي قد أنجز تسوية واضحة حول هذا الملف. أما المجلس الأعلى للدفاع فقد أعطى توجيهاته لمواجهة تعدي إسرائيل ومنعها من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية، ورفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولايات القضائية اللبنانية، وذلك بعدما بدأ جيش العدو الإسرائيلي بتركيب ألواح إسمنتية جنوب الخط الأزرق في الناقورة، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل في حديث لتلفزيون المستقبل. وليس بعيدا عن الاعتداءات الإسرائيلية، أعلنت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد أن طيران العدو الإسرائيلي أطلق صواريخ من داخل الأجواء اللبنانية على مواقع عسكرية في ريف دمشق. ونقل معارضون سوريون أن القصف استهدف مواقع ومخازن أسلحة تابعة لنظام الأسد وحزب الله في مركز البحوث العلمية بمنطقة جمرايا قرب دمشق. التوتر الحدودي رافقه تصعيد أمريكي للاهتمام ببيروت، فزيارة ساترفيلد والتي تمهد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى لبنان بعد أيام كان محور نقاشاتها ملف البلوك النفطي اللبناني رقم 9، لكن اللافت ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية من أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة الرئيس سعد الحريري مؤخرا إلى تركيا، وأكدت أنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بشأن هذه الزيارة، خلافا لما ذكرته بعض المواقع. واليوم وبعدما أثار تلفزيون المستقبل على مدى يومين الحكم المخفف الصادر بحق شاكر البرجاوي على خلفية اعتدائه على أهالي بيروت وترويعهم، قد تحركت النيابة العامة العسكرية بشخص مفوضة الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حنقير التي قدمت استدعاء نقد للحكم الصادر بحق المطلوب شاكر البرجاوي، وطلبت فيه فسخ الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإدانة شاكر البرجاوي وباقي المتهمين بجنايات مواد الإرهاب والقتل العمد. البداية من نفي وزارة الخارجية السعودية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من انزعاج المملكة من زيارة الرئيس سعد الحريري إلى تركيا. أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن مصدر سعودي حول انزعاج المملكة العربية السعودية من زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤخرا إلى تركيا. ونفى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء الرسمية هذه الأخبار جملة وتفصيلا، موضحا أنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات بهذا الشأن.
وكان موقع إلاف الإلكتروني المحجوب في المملكة العربية السعودية قد نشر مقالا ذكر فيه أن السعودية غير راضية عن زيارة الرئيس الحريري إلى تركيا، موردا تهديدات مزعومة بحق الرئيس الحريري. ولعل لافت أن تتناقل صحف ومواقع إلكترونية محلية وعربية الخبر على اعتبار أن موقع إلاف مقرب من دوائر الحكم في المملكة، في وقت تبين أن الموقع محظور في السعودية منذ نهاية العام 2010 نتيجة نشره لأخبار ومقالات تتعارض مع سياستها ومهاجمة رموزها والاستهزاء بالتعاليم الإسلامية. ويبقى السؤال، كيف لموقع محظور وممنوع رسميا في المملكة العربية السعودية أن يكون ناطقا باسم سياستها أو أن يكون مقربا من دوائر الحكم هناك وينقل عن مصادر رسمية أخبارا أو معلومات؟ قدمت مفاوضة الحكومة المعاونة لدى المحكمة العسكرية القاضي منح نقير استدعاء نقد بحق قرار تبرئة شاكر البرجاوي. في بلد يتغنى بقضائه وعدالته لا يمكن لإرهابي أن يفر من عقابه، وعليه فإن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية التي أبطلت التعقبات بحق شاكر البرجاوي من جنايات مواد قانون الإرهاب وجناية القتل العمد ومحاولة القتل التي توصل إلى الإعدام لا يمكن أن يستمر. شاكر البرجاوي ومن هم على شكل شاكر البرجاوي يعني هم يعتبرون حق أنفسهم أنه فوق القانون، بدليل أنه هني ما بيمثلوا قدام محكمة أو بيعتبروا حال أنني أكبر من أن يمثلوا أمام محكمة قضائية أو محكمة عسكرية أو أي قضاء عدلي. لذلك أنا برأيي اليوم مطلوب تعامل بشدة مع الأحداث اللي صارت بهديك الوقت، ونحن شفنا اليوم نموذج تجدد بعرمون. يعني إذا اليوم نترك العنان لسرايا المقاومة أو للمنتمين لسرايا المقاومة بالعبث بالأمن الداخلي، فينا نوصل للفوضى بكل سهولة. إذا ما القضاء اليوم كان جدي بالتعاطي مع هذه الملفات وتعامل معها بشكل حاسم، أعتقد الأمور تذهب نحو التفلت وليس نحو الرداء. واليوم قدم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حنقير استدعاء نقد الحكم الصادر بتاريخ 2 شباط الحالي بحق المطلوب شاكر البرجاوي، وقد طلبت فيه فسخ الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإدانة البرجاوي وباقي المتهمين بجنايات مواد الإرهاب والقتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحيل طلب النقد إلى محكمة التمييز العسكرية التي ينتظر أن تبت به خلال الأسابيع المقبلة. باشرت إسرائيل بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي اللبنانية خارقة القرارات الدولية، والناطق الرسمي باسم اليونيفيل أكد لتلفزيون مستقبل أن العمل جار لاحتواء أي تصعيد محتمل. وسط استنفار كبير من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار الإسمنتي في منطقة رأس الناقورة عند الحدود، فقد استخدمت قاطرات إسرائيلية بلوكات الإسمنت التي وضع 15 منها في الخندق الذي كانت أنجزت جزءا كبيرا منه سابقا. المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل قال لتلفزيون مستقبل إن الجانب الإسرائيلي قد بدأ فعلا تنفيذ أشغال جنوب الخط الأزرق، وأن هناك دوريات مراقبة للقوات الدولية منتشرة في المنطقة وتتابع ما يجري، مضيفا بأن اليونيفيل معنية بالعمل على استقرار الأوضاع وهي تعمل على ذلك عبر تواصلها مع الأطراف على جانبي الحدود، مشيرا إلى أن القيادة الدولية حريصة على أن يتم حل هذه القضية عبر قنوات التواصل مع الجانبين وبما يمنع أي توتر أو تصعيد، خصوصا أن استنفار جنود العدو يقابل استنفار مماثل للجيش اللبناني. إشارة إلى أن الجدار يمتد بطول 80 كيلومترا وارتفاع 6 أمتار على طول الحدود من الناقورة وصولا إلى مزارع شبعة، جزء منه من الإسمنت، إضافة إلى سياج شائك ووسائل إلكترونية للمراقبة. الانتهاكات الإسرائيلية بحثها المجلس الأعلى للدفاع الذي شدد على أن الجدار الإسرائيلي هو اعتداء على السيادة اللبنانية وخرق القرار 1701، واتخذ المجلس جملة إجراءات للتصدي لبنائه. التقرير لشرب العبود. موضوع ما يسمى بالجدار الإسمنتي الذي تبنيه إسرائيل قبالة الحدود الجنوبية ضمن الأراضي اللبنانية، والادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية، مواضيع بحثها المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والقادة الأمنيين. بعد العرض والمناقشة
تبين أن هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية، وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى أن إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتر مربع. بناء عليه وبعد المداولات، تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان. وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية، كما تقرر رفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية، وأبقى المجلس على مقرراته السرية تنفيذا للقانون. وزير الداخلية نهاد المشنوق على هامش الاجتماع قال للصحفيين أن هناك قرارا باستعمال كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية. من ناحية أخرى، وفي موضوع العلاقة بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، قال المشنوق أنهما جلسا جنبا إلى جنب في الجلسة. سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وسط هذه الأجواء، واصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد جولته على المسؤولين اللبنانيين، محاولا التوسط من أجل تبريد الأجواء الناجمة عن الخروقات الإسرائيلية. تمهيدا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى لبنان الأسبوع المقبل، جال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد الذي وصل بيروت على عدد من المسؤولين، فالتقى رئيس مجلس النواب دامي بيري، كما اجتمع إلى وزير الخارجية جبران باسيل في حضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد. وقد وصف الوزير باسيل في دردشة مع الصحفيين اللقاء بالجيد والجدي. ساترفيلد زار أيضا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وفي وقت آثر المسؤول الأمريكي عدم التصريح بعد جولته، ذكرت المعلومات أن قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى محاولة احتواء مناخات التوتر التي تصاعدت مؤخرا بين الجانبين على خلفية إقدام قوات الاحتلال على بناء جدار فاصل، فضلا عن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك النفطي رقم 9 كانت في صلب مباحثاته. وقد سمع من المسؤولين اللبنانيين موقفا موحدا وتشديدا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة. وفيما يحاول الدبلوماسي الأمريكي التوسط لحل الخلاف الحدودي برا وبحرا، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي استعداد تل أبيب لقبول وساطة مع لبنان حول حدود المياه الاقتصادية. بشر الوزراء المعنيون بالتوقيع على مرسوم جوال يشكل الحل لما سمي مشكلة مرسوم الأقدمية، ويدمج المرسوم الجوال الأقدميات بالترقيات. قد وقعه وزير المال علي حسن خليل، وسبق هذا الأمر أجواء إيجابية عكسها لقاء الأربعاء النيابي. مها ظاهر. الرئيس نبيه بري مرتاح لنتائج اجتماع بعبدة الثلاثي، لكن العبرة قطعا بالتنفيذ. فرئيس مجلس النواب شرح خلال لقاء الأربعاء النيابي مضمون ما تم التوافق عليه والآلية التي ستعتمد في نهاية المطاف للوصول إلى ما هو مطلوب على مستوى الأداء السياسي، ودائما وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة. الرئيس ارتياحه للأجواء الإيجابية لسيرة لقاء بعبدة بالأمس، وأكد اتفاق الرؤساء على الآلية التي ستتبع لمتابعة كل القضايا والملفات العالقة وفق الأصول الدستورية والقانونية المرعية، ولكن دائما تبقى الأمور مرهونة بالتنفيذ لأن العبرة دائما هي في التنفيذ. وفي وقت شدد الرئيس بري على أن الموقف اللبناني موحد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، لفت إلى وجود موقف لبناني جامع للتركيز على نجاح مؤتمر روما من أجل تعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات والأطماع الإسرائيلية. ماليا واقتصاديا، جدد الرئيس بري التأكيد على الإسراع في درس وأقرار الموازنة في مجلس الوزراء لكي يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف إلى التحضيرات الانتخابية، متخوفا من أن يطول الوقت وتستحق ميزانية 2019 ونعود للدوامة القديمة. كما جرى التأكيد على أهمية الموازنة على أبواب مؤتمر باريس للذهاب برؤية وطنية واضحة وموحدة، فيكون مجلس الوزراء والمجلس النيابي قد درسا كل المشاريع الممكن أن يقوم بها لبنان في سياق هذا المؤتمر. وما يعود
الأول على هذا المؤتمر من إيجابيات يجب أن يكون لبنان مهيئا لتلقفها والسير بها، وخاصة حينما يكون الحديث عن كم من المليارات التي يمكن أن تكون من خلال هبات ميسرة أو قروض ميسرة بالأحرى وفوائد متدنية. هذا الموضوع بحاجة لأن يكون مجلس الوزراء قد اطلع على مثل هكذا خطة لكي يدرج في المشاريع التي يمكن أن تعتمدها الحكومة في عملها، وبنفس الوقت أن تنال ثقة المجلس النيابي وموافقة المجلس النيابي، وطبعا هذا الأمر لن يتم دون فتح الدورة الاستثنائية. الانتخابات النيابية لم تغب عن لقاء الأربعاء النيابي، خصوصا لجهة ما يمكن أن يواجه الناخب من صعوبات على إثر تطبيق القانون الجديد. وكان سبق لقاء الأربعاء لقاء بين الرئيس بري والنائب نقولة فتوش، الذي عادة ما يهدف النقاش بينهما إلى إيجاد المخارج الدستورية والقانونية العالقة. في لقاء مع الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في صيدا والجنوب، شدد الأمين العام للتيار أحمد الحريري أن المعركة الانتخابية المقبلة وجودية ولا مناطق محرمة على التيار. شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري التأكيد أن 7 أيار سيكون يوما لانتصار الاعتدال في لبنان. الحريري وخلال لقاء مع الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في صيدا والجنوب أشار إلى أن التيار سيخوض الانتخابات بالعنوان الرئيسي الذي أكد عليه الرئيس سعد الحريري، وهو الحفاظ على استقرار البلد. نحن بعدنا بدراسة على مستوى القيادة لكل احتمالات التحالفات وفقا للتحالف اللي بيعطينا فرص اكثر بالنجاح. بالاسبوع الاول من شهر شباط الا ما نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان كان بالسياسه وان كان بالهجمه الاعلاميه وإن كان بكل الأساليب اللي حاولوا يقتلعونا فيها من البلد، ولكن ضلينا صابرين وصامدين لأنه في ناس زيكم معنا. الحريري قال اليوم يتابع الرئيس سعد الحريري المسيرة ويجب أن نكون جميعا خلفه. التقى أحمد الحريري وفدا من اتحاد بلديات وادي خالد تقدمه رئيس الاتحاد أيمن اليوسف، وقد أكد الوفد تضامن وادي خالد مع تيار المستقبل ووقوفه خلف خيارات الرئيس سعد الحريري وقيادته الحكيمة في وجه كل الحملات الشعواء التي تشن ضده. وقد قدم الوفد للأمين العام عباءة العشائر العربية في وادي خالد لتقديمها للرئيس سعد الحريري ودرعا تقديرية. الكل في جريدة النهار، ماذا حصل في مكاتبها وأروقتها وكيف سيكون عدد الغد؟ تقرير نهد يوسف. الكل في جريدة، إعلاميون، سياسيون، فنانون، شباب من مختلف المجالات وضعوا بصماتهم ورسموا خيوط عدد الخميس لجريدة النهار. لعبت دور الصحفيين وجربت مهنتنا، مهنتنا الدقيقة بنقل الخبر أو نقل فكرة أو كتابة موضوع. ورسالتنا هون أنه نحن نشجع ونطلق مبادرات وأفكار حول كيفية بناء وطن أو حول أفكار أخرى ممكن تكون بالمستقبل عم نطلقها. أفكار تتناقل في أروقة الجريدة، الكل حضر ليشهد ولادة مبادرة جديدة في عالم الصحافة. كتبت عن تجربتي بمهرجانات بيروت الصحفية. أنا كان كلمتي بسيطة جدا أنه الإرادة هي الأساس. براهن أنه ما في بديل عن الصحافة المكتوبة. أنه بتختزن ثقافة طويلة، ثقافة إعلام وإبداع. مش ممكن اليوم اللي نحن ربينا على هالجريدة وعلى هالقلم الحر والكلمة الحلوة والحرة ممكن ما نشارك. هلأ شو كاتب؟ ما حقلك شو كاتب، خليك تقريها بكرة. بحاجة انه نحرك رأي المثقفين واصحاب الألم. مقالي اللي كتبته بعبر اكزاكتلي كيف انا بنظر للمرأة بذات الطريقة بنظر فيها للبنان.
ولأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي شخصية حائزة على إجماع وطني، تم اختياره ليكون رئيس تحرير هذا العدد. نحن بحاجة اليوم أنه نلاقي أهداف نشتغل من أجلها ليرجع البلد يعيش بتفاؤل. هنا الجميع صحفيون، وبين باقات الصحف هذه والوجوه الحاضرة تصميم على دعم هذه المهنة. عدد الثامن من شباط للعام 2018 لجريدة النهار سيتذكره جميع اللبنانيين، عدد أعطى القلم للجميع كتكريس لحرية التعبير التي آمن بها مؤسسو هذه الجريدة. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل. عاد الهدوء إلى عرمون اليوم بعد الحادث الذي أدى إلى إصابة عنصرين من الحزب التقدمي الاشتراكي على يد عنصر من حزب الله. تقرير علاء سرحال. الإشكالات الفردية المتنقلة في لبنان حطت مساء الثلاثاء في منطقة دوحة عرمون تلاسن بين الشابين جواد بوغانم ويامن ملاعب من جهة والمسؤول في حزب الله ظاهر نائل من جهة أخرى، دفع بالأخير إلى إطلاق النار عليهما ما أدى إلى إصابتهما. وقبل أن تتجه الأمور نحو التصعيد ولسحب التوتر من الشارع، تحركت القوى السياسية المعنية فأسفرت المفاوضات عن تسليم ظاهر نائل إلى القوى الأمنية. ما انطلع من الشارع امبارح الا من بعد ما حضر احدى ضباط المخابرات بالامام كثير من مشايخنا الاجلاء اللي موجودين من كل المناطق الجبليه لاستنكار هذا الامر، واعترف والشخص اللي كان موجود ادلى بافادته انه هذا الزلمه موقوف واكد لنا انه هو موقوف. في شباب مثلا من عنا هني طالع، مش يعني من شباب من الملحمه طالعين بودوا دليفري وصار اشكال هني وياهم، عم بيقولوا انه كان في اثنين نسوان مرئين قال تلطشوا، فهني الشباب اللي صارت معهم اشكال صغار. هلا السبب كيف صار وما كيف صار صراحه يعني ما في داعي نحكي فيه، مشكله صارت. هلا اللي عم بقول انا فيني اجي اروي لك روين عندي، بس انا ما كنت، عرفت علي كيف؟ وبالنهايه هلا صار الشيء يعني كله عند القضاء ونحن تحت سقف القضاء هون. انطلب انه هذا الشخص كان بالاشكال يتسلم، تسلم دغري للقضاء، هذه هي كل القصه يعني. وعن الاشاعات التي تحدثت عن وفاه احد المصابين واتخاذ الخلاف صفه مذهبيه، الاخ يامن ملاعب بعده وما زال بمستشفى عم يتعالج بالاصابه، منصاب بفوق كاحل اجره شوي ومؤذى بالعظم، وجواد منصاب بفخد اجره، جواد ابو غنام بفخد اجره كمان. الحمد لله انه كانت الاصابات يعني ما تطورت لاكثر من هيك، والشباب بصحه جيده، بس طبعا في يمكن خينا يامن عنده عطل دايم بقصه اجره مطرح ما منصاب. نحن وياهم واحد ونقول لهم الحمد لله على السلامه، وهن بيعرفوا انه نحن يعني نحن كل يوم الصبح بنتصبح ببعض وبنتروق ببعض وبنشوف بعض، نحن اهل، نحن هون منطقه دوحه عرمون ضيعه اهل، لا فيها سني وشيعي ودرزي ومسيح، نحن كلنا أهل. إذن هي الخلافات النائمة التي تظهر بين الحين والآخر والخوف من أن تتزايد مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. اعتقال 4 متورطين في تفجير أنبوب النفط بالبحرين، وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة شمال الخليل. يواصل النظام السوري وروسيا الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة الشرقية، مما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا بينهم أطفال. وفيما حذر الائتلاف السوري المعارض من هذا التصعيد الخطير، دعت فرنسا إلى انسحاب كل الميليشيات الإيرانية من سوريا بما فيها حزب الله. الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013 لا تزال هدفا للضربات الجوية المكثفة والقصف المدفعي العشوائي. الهجمات التي تركزت خصوصا على مدن حمودية وزملكة وعربين تأتي غداة يوم دموي تسبب بمقتل أكثر من 80 مدنيا بينهم أطفال وجرح ما يزيد عن 200 في حصيلة هي الأعلى في الغوطة الشرقية منذ توقيع اتفاق خفض التوتر في أيار الفائت. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اعتبر
في بيان أن الهجمة الحالية تمثل تصعيدا خطيرا، حيث يسعى النظام وبشكل مكشوف إلى تقويض الحل السياسي بكل مستوياته من خلال قصف وضرب كل الحدود أو الخطوط الحمر المزعومة. من جانبه، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأضاف أبو الغيط أنه لو صحت التقارير عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة وإدلب فإن ذلك سيمثل جريمة مشينة يتعين محاسبة مرتكبيها. أما ألمانيا فأبدت قلقها البالغ من هجمات الغوطة ودعت إلى وقفها فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون شرط. في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن كل الدلائل تشير إلى استخدام نظام غاز الكلور المحظور، ودعا إلى انسحاب كل الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية بما فيها حزب الله، متهما تركيا وإيران بانتهاك القانون الدولي في سوريا. وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قال أن واشنطن على ما يبدو تسير نحو تقسيم سوريا، مبديا استغرابه من هذا الأمر. جاء ذلك فيما قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن جبهة النصرة لا تزال المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في سوريا وليس في منطقة إدلب فحسب، مشيرا إلى أن حصولها على صواريخ محمولة مضادة للطائرات يثير قلقا كبيرا. للمرة الثانية في غضون شهرين تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد وحزب الله بالقرب من مدينة دمشق لقصف جوي ناتج عن غارات شنها الطيران الإسرائيلي. بعد نحو شهر تقريبا من قصف إسرائيلي لمواقع سورية، أغارت طائرات الاحتلال على مراكز جديدة بالقرب من مدينة دمشق. وبحسب وكالة سانة التابعة للنظام السوري، فإن طيران العدو الإسرائيلي أقدم على إطلاق صواريخ عدة من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق. ناشطون أكدوا أن القصف استهدف مواقع ومخازن أسلحة تابعة لنظام الأسد وحزب الله في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق. وادعى نظام الأسد بأن دفاعاته الجوية تمكنت من التصدي لبعض الصواريخ، واعترفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي أن القصف استهدف موقعا عسكريا في ضاحية الفردوس في منطقة جمرايا. قيادة جيش الأسد حملت العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراته العدوانية المتكررة وغير المحسوبة، وأكدت على الجاهزية لأي اعتداء وإحباطه على حد تعبيرها. ويأتي القصف الجديد لمواقع النظام وحزب الله بعد شهر تقريبا من قصف مماثل استهدف منطقة مرابط المدفعية التابعة للنظام على جبل قاسيون بدمشق وبالقرب من البحوث العلمية. وكانت مواقع عسكرية تابعة للنظام وحزب الله تعرضت في مطلع كانون الأول من العام الماضي لغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جمرايا، والتي تعد أهم مراكز تصنيع الأسلحة لنظام الأسد بما فيها الأسلحة الكيماوية. وفيما تواصل القوات التركية عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية، بدأ وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو زيارة رسمية إلى طهران، حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، الذي قال إن هناك من يحاول أن يغير الحدود في شمال سوريا بعد فشله في شمال العراق. اعتقلت سلطات البحرين 4 من المتورطين في تفجير أنبوب النفط في تشرين الثاني الماضي، معلنة أن الخلية تلقت تدريبات مكثفة في إيران. بعد 3 أشهر على تفجير أنبوب النفط بالقرب من قرية بوري في 10 من تشرين الثاني الفائت، أعلنت وزارة داخلية البحرين اعتقال مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم ما يسمى بائتلاف 14 من فبراير تولت التخطيط للتفجير. وأشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم والقبض على 4 منهم، بينهم 2 تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من المملكة وموجودة في إيران. وقد تم تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل وتمويل سفرهم إلى إيران تحت غطاء الزيارات الدينية. وشملت التدريبات كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة ومختلف أنواع الأسلحة النارية، إلى جانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي، كما تم تكليفهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واستهداف أنبوب النفط. وفي سياق متصل، تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي، وهم 3 بينهم 2 موجودان في إيران. قتلت قوات الأمن السعودية 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية في جازان.
من جهة أخرى، حرر الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي جبل الضراوية الاستراتيجي في محافظة صعدة، كما سيطر على تلتين استراتيجيتين في تعز. في الأراضي المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بزعم تنفيذه محاولة طعن جنوب الضفة الغربية. هذا وجرح عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي في خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حلحول شمال الخليل. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 32 التي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية. وشهد العاهل السعودي وكبار الشخصيات في المملكة ودول الخليج انطلاق سباق الهجن السنوي الكبير قبل أن يسلم الجوائز للفائزين في هذا السباق. وتتابعون في الأخبار المحلية بعد الفاصل. المطارنة الموارنة يرحبون بلقاء عبد الرئاسي. وإضراب لعمال هيئة أوجيرو الأسبوع المقبل. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش ومرعي وعنيسي وصبرة، وعرض الادعاء منذ بداية قضيته أدلة قدمها أكثر من 260 شاهدا ونحو 2470 بينة بشكل مستندات، على أن تكون الخطوة التالية في الإجراءات مطابقة لما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة. ووفقا لذلك سيصدر القضاة حكما بالبراءة من أي تهمة إذا استنتجوا أنه لا تتوافر أدلة مؤيدة لحكم إدانة في تلك التهمة حتى من دون طلب من الدفاع. أبلغ رئيس الجمهورية ميشيل عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريستوفر جارفيس أن مجلس الوزراء سوف يباشر قريبا دراسة مشروع موازنة العام 2018 تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب على أن تكون الموازنة منسجمة مع الواقع الاقتصادي الراهن في البلاد. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يذهب إلى مؤتمر باريس بورقة عمل تلحظ سلسلة مشاريع استثمارية بالتزامن مع إجراءات سوف تتخذ لتعزيز الموارد المالية للدولة وخفض النفقات. كان جارفيس جدد اهتمام صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية والإدارية التي تتم حاليا في لبنان، واضعا إمكانات الصندوق في خدمة الاقتصاد اللبناني. رحب المطارنة الموارنة بلقاء عبد الرئاسي آملين في أن يكون مدخلا لوعي خطورة نتائج الخلافات السياسية. رحب المطارنة الموارنة بلقاء عبد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشيل عون وضم كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبالبيان الذي صدر عنه. وجاء ذلك خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهم يأملون أن يكون الاجتماع مدخلا لوعي خطورة نتائج الخلافات السياسية التي تؤثر في العمق على النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والمالي والاجتماعي، وهم أيضا يؤيدون سعيهم إقليميا ودوليا لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي دعا المطارنة إلى ضرورة شرح قانون الانتخاب الجديد على المواطنين. يعتبر الآباء ونحن على مقربة من إجراء الانتخابات النيابية أن إعداد اللبنانيين لها يقتضي من المسؤولين المعنيين أن يشرحوا للمواطنين قانون الانتخاب، ومن المرشحين أنفسهم أن يعرضوا لهم برامجهم الانتخابية التي تظهر إرادة واضحة لتعزيز حقوق المواطن. استنكر المطارنة استمرار المحاصصة والفساد والسعي إلى الهيمنة على مرافق الدولة في التوظيف، مشددين على ضرورة أن يرفع السياسيون يدهم عن الإدارة وأن تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها عن تحقيق مطالب المواطنين المحقة. بدوره أشاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بلقاء عبدة ودعا كي تكون الانتخابات النيابية معركة تنافس حول تقديم مشاريع وخطط تساهم في تطوير البلد.
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن ما حدث في قصر بعبدة من لقاء الرؤساء الثلاثة أراح البلد، مشددا على أهمية التوافق الدائم بينهم لضبط الأمور والوصول إلى كثير من الحلول التي يحتاج إليها اللبنانيون. المفتي دريان وخلال رعايته الحفل الذي أقامه المركز الإسلامي في عائشة بكار تكريما لعضو المركز محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بحضور حشد من الشخصيات، قال إن المملكة العربية السعودية هي عمقنا العربي والإسلامي الاستراتيجي البعيد المدى، ولا يمكن إلا أن نكون معها، ومن يحاول أن يتلاعب بهذه العلاقة فهو واهم وواهن. لقد أوضحتم أمامكم أو أمام الكثير منكم أننا في دار الفتوى على مسافة واحدة من كل المرشحين، لأنهم بالنهاية هم أبناؤنا وهم إخوتنا. وأقول أيضا وأعيد، فلتكن المعركة معركة أخلاقية بامتياز، أن تكون معركة مشاريع وخطط انتخابية لمصلحة المواطن والوطن. وهذه المهمة لن تقتصر بالنسبة لنا على إنجاز العمل الإداري في المحافظة. التحدي الأكبر بالنسبة إلينا أن نعيد إلى هذا الموقع المهم في الدولة اللبنانية الأهمية والدور الذي يليق به. كما كانت كلمة لرئيس المركز الإسلامي علي نور الدين عساف منوها بمزايا المحافظ، وقدم له درع المركز عربون محبة وتقدير. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير وفد من الهيئة التنفيذية للقاء التشاوري في برجة ضم فعاليات البلدة. بعد اللقاء أوضح رئيس بلدية برجة نشأت حمية أن الوفد طالب الرئيس الحريري بضرورة أن تتمثل البلدة في البرلمان من دون الدخول في مسألة التسمية. رئيس مجلس الوزراء التقى سفيرة الفلبين في لبنان والتي أوضحت على أنها أبلغته موافقة حكومة بلادها على عقد العمل المقدم من قبل لبنان، بما يؤدي إلى رفع الحظر عن قدوم عاملات المنازل الفلبينيات. بعد ذلك استقبل الرئيس الحريري مدير عام وكالة الأونروا في لبنان فمديرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية في حضور السفير البريطاني في لبنان. ومساء اليوم وفي جامع محمد الأمين قدم الرئيس سعد الحريري واجب العزاء بوالدة اللواء الشهيد وسام الحسن، وقد قدم التعازي للعائلة أيضا عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية. استقبلت النائب بهية الحريري وفدا جزينيا تقدمه رئيس بلدية كفر جرة مارون شلهوب، وضم عددا من مخاتير وفعاليات المنطقة. وقد أبلغت الحريري الوفد أن استراتيجية تيار المستقبل في مقاربة الاستحقاق الانتخابي في دائرة صيدا جزين ترتكز بالدرجة الأولى على البرنامج قبل الأسماء، لأن هذا يريح الأجواء كثيرا ويتيح الفرصة أمام الناخب أكثر للتعرف على برامج اللوائح والمرشحين واختيار من يراه الأفضل. أعلن عمال هيئة أجير الإضراب يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، والاتحاد العمالي العام أكد وقوفه إلى جانبهم. باسل الخطيب. في الاتحاد العمالي العام لقاء مع عمال هيئة أجيرو لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب لأنهم لم يستفيدوا منها بعد. رئيس الاتحاد بشرى الأسمر عبر عن وقوفه مع مطلب نقابة عمال هيئة أجيرو في مناشدتها لوزير المال لإنهاء قضية السلسلة بعد موافقة مجلس الإدارة للهيئة والرأي الإيجابي لوزير الاتصالات. من جهته رئيس نقابة عمال هيئة أجيرو جورج إستفان شدد على وجوب توقيع السلسلة للعمال بأسرع ما يمكن، وأعلن الأضراب الخميس والجمعة القادمين في كل مراكز أجيرو ولجميع العاملين. أكرر موقفنا الثابت والدائم إلى جانب الزملاء في نقابة عمال هيئة أجيرو، ونضع يدنا بيدهم في سبيل التوصل إلى حقوقهم كاملة. احنا رايحين ان الله راد الخميس الجاي والجمعة الجاي لأضراب، رح تقفل كل مراكز أجيرو وكل الفرق العاملة بأجيرو رح تضرب بكل لبنان. هذا وسيالي الأضراب اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي يوم الاثنين لبحث المستجدات تمهيدا للتصعيد. نتابع الآن فقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش.
الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة بريتش بتروليوم يلي أعلنت عن نمو أرباحها بالربع الأخير من العام 2017 مدعومة من النتائج الإيجابية لأنشطة التكرير والتجارة. ارتفعت صافي أرباح الشركة بالربع الأخير من العام الماضي إلى 2.1 مليار دولار مقارنة مع 400 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام 2016. كما ارتفعت أرباح بي بي إلى 6.2 مليار دولار على أساس سنوي، وذلك مع ارتفاع انتاج العام بأكمله بمعدل 2.47 مليون برميل يوميا. تصدر مطار دبي دولي المرتبة الأولى عالميا كأكثر مطارات العالم ازدحام بالمسافرين بالعام الماضي رغم تباطؤ نمو حركة الركاب، وبيتوقع البيان الصادر عن مؤسسة مطارات دبي أنه يوصل عدد الركاب إلى 90.3 مليون مسافر بالعام الحالي. ووفقا للبيان احتلت الهند الحصة الأكبر بعدد المسافرين من وإلى مطار دبي حيث شكلت النسبة 5.4%. ومننهي من لبنان حيث بلغت إجمالي أصول مصرف لبنان بنهاية كانون الثاني من هالعام 123.4 مليار دولار لتسجل زيادة سنوية بنسبة 19.1% عن الفترة ذاتها من العام 2017. ووفقا لتقرير صادر عن بنك ماد سجلت الأصول الأجنبية ارتفاع سنوي بنسبة 4.6% لتوصل إلى 43 مليار دولار. كما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع المالي المحلي إلى 14.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس مستقر ودافئ نسبيا عم يسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. بنبلش جولتنا مع القاهره 32 16 بتونس 13 درجه بالرباط 24 ببغداد 19 بدمشق 21 درجه بالقدس والختام مع بيكون مع الكويت 25 الدوحه 27 والرياض 26 درجه. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره جو العام عم بيكون صحو بين غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره على الساحل ل 26 درجه اما ادناها ل 12 درجه. بالنسبه للرطوبه عم توصل اقصاها لل 65% اما سرعه الريح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح بين 10 وال 23 درجه اما بالداخل عم تسجل اقصاها 25 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من الشمال مع كار 25 26 بطرابلس 14 بالأرز 24 درجة بالكورة 25 بالهرمل 23 بالقاع 18 ببعلبك 19 درجة برياء 23 بجبال 15 بميروبا 25 درجة بجوني ببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 25 درجة وطقسها عم بيكون بين غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة تتسجل أقصاها بزحلة 25 شتورة عنجر 24 درجة مشغرة 23 جزين 24 رشاية 21 مرجعيون 24 بنت جبال 23 درجة والختام عم بيكون مع بيت الدين 19 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 24 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس صحو بين غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة تتوصل أقصاها حرارة لبكرة الخميس لل 25 درجة أما أدنيها لل 14 درجة. بالنسبة للويك أند عم بيكون في عنا طقس مكمل منيح بس مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة تتوصل أقصاها نهار الجمعة لل 22 درجة أما بالنسبة لنهار السبت عم تتراوح بين 20 وال 23 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين ال 4 وال 14 درجة. هذا كان كل شيء لليوم، شوفكن بكرة. في الختام تذكير بالعناوين. فقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي. لبنان يحذر وإسرائيل تواصل اعتداءاتها وتبشر بناء الجدار الفاصل. السعودية تدحض كل الادعاءات وتنفي انزعاجها من زيارة الرئيس سعد الحريري إلى تركيا.
قصف عشوائي على الغوطة الشرقية وغارات إسرائيلية على مواقع للنظام وحزب الله في دمشق. من لينا ومني تحية طيبة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص.